الأنمي يوم عن يوم ده يتطور أكثر وأكثر من ناحية الرسوم وعمق القصة، وحالياً الأنمي أصبح غير موجه فقط للأطفال، بعض التصنيفات موجهة للي أكبر من 15 أو 17 سنة. المقصد هنا مو أنه بيها مشاهد لا تليق بالصغار فقط، وإنما عمق القصة والحبكة ما يقدر يستوعبها الطفل الصغير. لذلك حبيت أبني وياكم بسلسلة عن أفلام أنمي قوية معروفة وغير معروفة. فمرحبا بكم أصدقائي، أنا إبراهيم، واليوم راح أتكلم عن 10 أفلام أنمي تخسرون هواية إذا ما تفرجتوا عليها. قبل لا نبدي، الأنميات مو كلهم من أعلى المراتب بالتصنيف العالمي، وإنما اختاريت أنميات حلوة وبترتيب عشوائي، ويلا نبدي. بالمرتبة العاشرة عندنا فيلم The Boy and the Beast. يتكلم الفيلم عن صبي يتيم ينهزم من الأوصياء الشرعيين عليه إلى الشارع. يلتقي الصبي بسيد مملكة الوحوش ويقرر أنه يرجع وياه إلى المدينة ويترك عالم البشر خلفه، وراح يستكشف عالم جديد ما كان يدري عنه أي شيء، ويعيش تجربة جدا مشوقة. الفيلم صدر سنة 2015 من إخراج ماورو هوسودا اللي هو واحد من أفضل مخرجي الأنمي بالوقت الحالي. بالمرتبة التاسعة الفيلم العائلي The Secret World of Arrietty. هو فيلم راح تستمتع بمشاهدته من البداية للنهاية. أحداث الفيلم عن ولد ينتقل لبيت عمته ويكتشف أكو عائلة من الأقزام يسكنون تحت البيت، ونستكشف مغامرات هاي العائلة ونشوف شلون يعيشون على اقتراض مختلف الأغراض من حول المنزل، وشنو راح يصير لهم لما الولد يكتشفهم. الفيلم مقتبس عن رواية لكاتبة الأطفال الإنجليزية ماري نورتون. الفيلم صدر سنة 2011 من إخراج هيروماسا يونيباياشي ومن إنتاج استوديو جيبلي. ومعانا بالمرتبة الثامنة فيلم دالوس. بعد أن تصير الحياة على الأرض مستحيلة، يهاجر بعض البشر إلى القمر، وتظهر فوق القمر مجموعة من أعمال التمرد الإرهابية اللي هدفها الانقلاب على الحكومة المتحدة للأرض. وبوسط الحرب الغير مرغوب فيها يظهر فجأة دالوس اللي يعيد الأمل في نفوس البشر المهاجرين. الفيلم خيال علمي من إخراج مامورو أوشي وصدر سنة 1984. بالمرتبة السابعة فيلم الدراما وين مارني واصدير. تدور أحداثه حول المراهقة آنا اللي يرسلها أهلها إلى أقاربها بعيد عنهم، فكلش تعاني نفسيا وتكره الكل وحتى نفسها، وبعدها تحاول تنهزم من هذا المجتمع، لكن تقابل مارني اللي تسكن بفندق مهجور، وتبدأ صداقة بينهم تغير نظرة آن على العالم. الفيلم مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب جوان روبنسون، صدر سنة 2014 من إنتاج استوديو جيبلي وإخراج هيروماسا يونبياشي. بالمرتبة السادسة فيلم الحركة والإثارة والرعب فامباير هانتر دي بلود لاست. يدور الفيلم حول عالم مصاصين الدماء، لما يختطف واحد منهم بنت فأحد صيادي الجوائز الأسطوريين، وهو شخص منبوذ انولد من أب مصاص دماء وأم بشرية، يكلفوه أنه يرجع البنت مرة ثانية. مقتبس عن سلسلة روائية باسم فامباير هانتر دي. الفيلم صدر سنة 2000 من إخراج توكياشا كاواجيري. بالمرتبة الخامسة معانا فيلم Origins Spirit of the Past. تصنيفه دراما رومانسي فانتازي. تدور أحداثه في مستقبل الأرض المدمرة، لما اختل التوازن البيئي بفعل الإنسان. يكتشف أحد الصبية آلة غريبة تحيطها هالة من الضوء بأحد الأماكن المقدسة، واللي تحفظ بداخلها بنت من الماضي عندها مهمة محددة لإنقاذ الأرض. صدر الفيلم سنة 2006 وهو من إخراج كيشي سوجوياما. بالمرتبة الرابعة فيلم The Cat Returns. فيلم فانتازيا ومغامرات من إنتاج استوديو جيبلي وإخراج هيروكي موريتا. تدور أحداثها الغريبة عن بنت تنقذ قط من الموت في أحد الشوارع، وتتفاجأ أنه هو أمير القطط، ومن ذيك اللحظة تنقلب حياتها بصورة غريبة جدا، فتدخل عالم القطط السري وتبدي بالتعرف على طبيعة هالعالم، وتصير قدامها قرارات مصيرية تجبرها أنه تهرب وترجع مرة ثانية لعالم البشر، وماكو قدامها غير حل واحد موجود بأحد التماثيل. صدر هذا الفيلم بسنة 2002.
قبل أن ندخل بالمراتب الثلاثة الأولى، أحب أذكركم أنه إذا عجبكم الفيديو سووا لايك وشير وسبسكرايب، وإذا تحبون أنه نتكلم بعمق أكبر عن قصص الأنميات اكتبوا لي بالتعليق. وهسه نرجع للمراتب الثلاثة المتبقية. بالمرتبة الثالثة معنا فيلم هال، وهو فيلم دراما وخيال علمي يتحدث عن المستقبل القريب باليابان من ينتشرون الروبوتات، لما يصير الإنسان الآلي أقرب للبشر فيتعلم طباع البشر ويصاحبهم ويتفاعل وياهم. القصة عن بنت اسمها كورومي اللي تفقد حبيبها اللي اسمه هال بانفجار طيارة، فأهلها يجيبون إنسان آلي يحطون بداخل ذكريات هال حتى تتفاعل معه، وتتوالى الأحداث الدرامية بين الفتاة والروبوت. الفيلم صدر سنة 2013 ومن إخراج ريوتارو ماكيهارا. المرتبة الثانية فيلم A Wind Named Amnesia، وهو من نوع الخيال العلمي والدراما من إخراج كازويا مازاكي، مقتبس عن رواية يابانية بنفس الاسم للكاتب هيديوكو كيوكشي. يتحدث الفيلم عن رياح شديدة اجتاحت كوكب الأرض وتركت البشر بدون أي ذاكرة على الإطلاق، ما يتذكرون شيء عن نفسهم ولا يعرفون شلون يتكلمون أو شلون يستخدمون الأدوات اللي حولهم. الفيلم صدر سنة 1993. بالمرتبة الأولى وآخر فيلم معانا اليوم هو اسمه The Garden of Words، هو فيلم من تصنيف الدراما والرومانسية، أحداثه عن صانع أحذية عمره 15 سنة. هذا الولد يلتقي بسيدة عشرينية أكثر من مرة بدون موعد، ولقائهم دائما بالأيام الممطرة، وهو يتهرب من دروسه وهي تتهرب من عملها، ويتشاركون الحكايات والحزن لحد ما يكتشفون بالنهاية أمور مفاجئة عن أنفسهم. الفيلم صدر سنة 2013 من إخراج ماكوتو شينكاي، واللي عبر عن شعوره بالوحدة والحزن بمنتهى الرقة. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. يا ترى يا أنمي عجبكم تتفرجوه من القائمة؟ وهل ببالكم أنميات ما ذكرا؟ اكتبوها لنا بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة حتى تشجع بنشر المزيد، وانشروا الفيديو لأصدقائكم، وتحياتي لكم.